دلوقتي هنحسب بقى الستراكشر الا الابعاد. تمام، احنا جبنا المناسيب وكل حاجه تمام، عايزين بقى نحسب الابعاد التي 1 وتي 2 تي 3 مثلا ال 1 ال 2 ال 3. ده عباره عن شويه فروض، هبعت لكم الفروض بتاع الدكتوره تمام، وهقول لكم الفروض اللي كانت موجوده في المثال على طول. اول حاجه عشان ابدا الحسابات يعني كده يكون معايا الاتش ماكسيمم. الاتش ماكسيمم دي احنا كنا جايبينها على طول، اللي هي الفرق الهيد. اكبر فرق هيد هيكون ما بين الاتش ووتر ليفل اب ستريم ناقص اللو ووتر، سوري المفروض برضو ان دي هاي، هاي ووتر ليفل داون ستريم، اللي هو انت بتمسك من الاخر كده 13.4 ناقص 13 اللي هو الهاي ووتر ليفل اب ستريم ناقص الهاي ووتر ليفل داون ستريم، واللو ووتر ليفل اب ستريم ناقص اللو ووتر ليفل داون ستريم، والكريست ليفل ناقص البيد ليفل. تمام، هنجيب الثلاثه دول او نطلع بوينت 4 بوينت 3 2.1 اكيد هاخد الكبير. تمام، نعمل بقى الفروض. هو فرض التي واحد، فرضها دي عادي مش تفرق معانا قوي، ما في ناس بتفرضها بواحد متر وفي ناس بتفرضها بنص متر. تمام، هبعت لكم فروض الدكتوره في الوصف بتاع الفيديو ده. تمام، التي 2 بتساوي كازر الاتش ماكسيموم هتطلع ب 1.48 اللي هي 1.5 متر، يعني هتلاقيها بنقرب يعني الاقرب رقم صحيح. التي 3 بتساوي نص تي 2 اللي هي 0.75. تمام، كل دي فروض، يعني اهم حاجه ان انت تشيك بعد كده الثلاث شيكات اللي هو بتاع البركيوليشن اللي هي بتاع البابينج والسكورينج والابليفت. تمام تمام ماشي. الواحد اللي هي المسافه من الاول هنا لحد بدايه المنشا دي فرضتها هنا 3 متر على طول، هو فرضها كده في البي دي اف يعني. ال 2 هتساوي 2 اللي هي طول المنشا اللي هي البي دي زائد الميل، ده بيكون 2 لواحد. تمام، يعني كل 2 راسي بواحد افقي. تمام، فالمهم يعني ان هي هتبقى اكيد طبعا اللي هي بي زائد واي على الاثنين. واي دي اللي هي المسافه من اول هنا لهنا، دي جايه من الميل 12.1 ناقص 10 اللي هي ب 2.1. تمام، والبي بتفرضها بنص، غالبا لو مش موجوده افرضها بنص على طول، يبقى نص زائد 2.1 على الاثنين هتساوي رقم كده ايا يكن، هتقربه طبعا لاقرب رقم صحيح اللي هو 2 متر، مفيش اي مشكله. تمام، ال 3 بقى انا كان عندي مشكله اللي هو المايه لما كانت ممكن تنزل كده تاخد التراب وتعمل لي هنا حفر. طب انا عايز اخلص من المشكله دي، فانا قلت ان المايه هتنزل وتطلع لحد ما تبقى مستقره هيكون تحتها خرسانه مفيش تحتها تراب، فانا كده ازاي؟ يبقى انا لازم احسب الطول اللي المايه هتحصل فيه ايه النحر ده اللي هو ال سكور. ده كان ليه قانون اللي بتساوي 0.61 سي بي في الجذر الاتش اس. هنا في المساله في الملزمه بتاع الامريكان بتاعتها كان مكتوب سي والسي دي من 10 ل 12. تمام، بس انا مش دعوه بالكلام ده طبعا، انا سي بلاي دي موجوده في ورق الدكتوره وموجوده في بتاع الملزمه اللي انا ذكرت منها. تمام، فهي هتبقى في سي بلاي في الجذر الاتش اس. تمام، طبعا سي بلاي موجوده معانا وبوينت 61 ده ثابت، يبقى انا عايز الاتش اس. الاتش اس بتساوي ليها قانون، بص هي الاتش اس هي المسافه دي، الميه نزلت كده تمام، ودي الاتش اس. انا عندي ده الهاي ووتر ليفل اب ستريم وده البيد ليفل، لو طرحتهم يبقى انا جبت المسافه دي. تمام، اطرح منهم الواي كريتيكال يبقى انا جبت الاتش اس، يبقى الهاي ووتر ليفل اب ستريم ناقص البيد ليفل ناقص الواي كريتيكال. تمام، الواي كريتيكال كان ليها قانون جذر الكيو تربيع على الجي. تمام، الكيو كانت بتساوي الكيو على البي، الكيو عندي ب 50 البي لسه جايبها ب 19 تلوير، يبقى 2.63 كده جبت الكيو. تمام، اخش اعوض في القانون الواي كريتيكال بتساوي جذر تكعيب الكيو تربيع على الاثنين على الجي، طلع ب 0.9. ده مش فاكر على الجي ولا على 2 جي، بس تقريبا كانت على الجي. ما علينا، كده هديكم الورقه. اتش اس بتساوي الهاي ووتر ليفل اب ستريم اللي هي 13.4 ناقص البيد ليفل اللي هي ال 10 ناقص الواي كريتيكال هتدينا 2.5. هنعوض نجيب ال سكورنج اللي هي ال 3 بتساوي 0.61 في ال 10 في جذر الاتش اس اللي هي ال 2.5. طب احنا في المساله بنعوض بالسي بلاي، مالناش دعوه. بص هي السي بلاي هتبقى اكبر من ده فهتديك ال اطول، فال ال اطول ده حاجه كده مور سيف يعني، فقشطه. تمام، ده طبعا لو بنتكلم في علم يعني، بس طبعا عايزين نحل زي ما الدكتوره معطي علشان ايه مش فارقه قوي الماده دي يعني. يبقى هتساوي 10 طن. يبقى انا كده جبت تي 1 تي 2 تي 3 ال 1 ال 2 ال 3. انا عايز اتشيك هل الابعاد دي تمام ودنيتها تمام ولا لا، فانا هبدا اعمل تشيك. اول حاجه التشيك سكورنج، انا كده عملت ال 3 سيفتها ان ما يبقاش فيه نحر. تمام، انا عايز اشوف بقى هل الميه اللي هتخش من هنا وتمشي المسافه دي كلها هيكون عندها طاقة بعد المشوار الجبار ده ان هي ترفع التراب ولا لا. تمام، ولو عندها طاقة يعني ايه
طبعا هي هقللها بحيث انها ما يكونش عندها طاقه. انا مش عايزها ترفع لي التراب اللي هنا ده وتعمل لي بايبنج فورات اللي هو ترفع لي التربه اللي هنا دي. لا انا مش عايز الكلام، مش عايز المشكله دي تحصل. فانا عايز ان هي تمشي مسار طويل جدا بحيث ان هي توصل هنا، عارف انت اللي هي فقدت الشغف خلاص، اللي هي ضربت مشوار حياتها ومش قادره ايه، مش قادره تعمل حاجه تاني. تمام، فهنعمل الكلام ده بايه يا باشا؟ هنعمله بالشيك اوف بيركيوليشن. البيركيوليشن هنعمل فيه طريقتين احنا كنا واخدينهم، اللي هي بلاي ولين. احنا على القلم يجي على لسه جديد ما فرحتش بيه. البلاي هتبقى سي بلاي واعطيها ب 15. تمام، انا قلت لك ان ال ثيوريتيكال او ال اللي الميه بتمشيها ويكون عندها اللي هي بتجيب اخرها يعني الطاقه بتاعتها، سي بلاي في الاتش ماكسيمم. اتش ماكسيمم بتساوي 2.1 لسه جايبها، والسي بلاي ب 15. يبقى انا كده ال ثيوريتيكال بكام؟ ب 15 وفي 2.1 ب 31.5. طيب هي في الحقيقه بقى مشيت مسافه قد ايه؟ هي مشيت مسافه، الميه نزلت مسافه نص متر. يبقى تعالى نحسب الهوريزونتال لوحده والفيرتيكال لوحده علشان قانون لين. يبقى الهوريزونتال الهوريزونتال مشيت 3، تمام، وبعد كده راحت مشيت 2، وبعد كده راحت مشيت 10. الفيرتيكال نزلت نص وبعد كده نزلت 1، يبقى 1.5. وبعد كده طلعت 75% وطلعت 75%، يبقى برضو 1.5. يبقى انا اقدر اقول لك ان هي سمشن طلعت 3 زائد 2 زائد 10 زي ما انا ما قلت، زائد نص زائد 1 زائد 75% زائد 75% هتطلع ب 18 و1 من 10. يعني هي في الحقيقه الاكشوال بتساوي 18 و1 من 10، والال ثيوريتيكال اللي انا محتاج ان هي تمشيها 31 ونص تقريبا. تمام، فانا كده هي ما مشيتش المسار كله، انا بقول لك عشان تفقد الطاقه بتاعتها محتاجه تمشي 31 ونص، بس هي في الحقيقه مشيت 18 و1 من 10. يبقى انا كده محتاج ايه؟ محتاج اخليها تمشي اكتر. طب خليها تمشي اكتر ازاي؟ يبقى انا اقول انا محتاجه تمشي مسافه دلتا ال اللي هي بتساوي ال 31.5. هذا الكلام ده انسيف طبعا. انا محتاج 31.5 ناقص 18 واحد من 10 اللي هي بتساوي 13.5 تقريبا، او 13.75، مش فاكر الارقام دي بالظبط يعني. تمام، ومش هقعد ابص عليها الصراحه عشان صحت. انا محتاجها تمشي 13.5. طيب انا ممكن احط شيت بايل. لما احط شيت بايل مثلا هنا كده ايه اللي هيحصل؟ الميه هتيجي هنا كده تمشي كده 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 وتيجي نازله كده. يعني مثلا لو حطيت شيت بايل هنا طوله 7 متر يبقى ايه؟ المسار 14. يبقى انا احط يوز شيت بايل. تمام، بيساوي ايه؟ يوز شيت بايل طوله 7 متر. لما احط شيت بايل طوله 7 متر معناها ان ال ال اكشوال دلوقتي بقت كام؟ هي مش هتيجي ليه؟ سوري، يبقى ال اكشوال بتاعتي عباره عن 18 واحد من 10 زائد الاضافه بتاعتها اللي هي 7 و7. تمام، يبقى 32. يبقى المسار اللي هتمشيه الحقيقي 32، يبقى ده سيف. طيب السي بلاي اكشوال في الوقت ده هتبقى بكام؟ تمام، طبعا سي بلاي اكشوال هتبقى 15 ايه 28 من 100. تمام، مش هشرح لين بقى، انتوا اقروها، هي موجوده في المثال برضو اللي هبعته. فرق لين بس ان هي بتكون الهوريزونتال مقسومة على 3. تمام، بس يعني هي دي فكرته الوحيدة يعني في الحسابات، تقسم الهوريزونتال على 3. كده احنا تشكينا على البيركيوليشن اللي هي مش هيحصل يعني فوران هنا، ولا مية هتنزل تاخد التربة وتطلع. تمام، يبقى ده اللي تشكينا عليه. فاضل بس هنشوف ان المية ما ترفعش المنشأ ده لفوق الابليفت. ما ترفعش المنشأ، يبقى وزن المنشأ تقيل لدرجة ان هو ما يخليهاش ترفع المنشأ لفوق. انا بتكلم كده ليه؟ ما علينا. يبقى انا هشتغل في سكشنين، سكشن اللي بعد المنشا على طول الكريتيكال بالنسبه لي بعد المنشا، ولما خفضت الايه الوزن خفضت السمك. تمام، طيب بص انا مش ما عنديش طاقه ان انا اقعد افهمك القانون جه منين، ومش مهم الصراحه تفهمه، هياخد وقت. هو قانون احفظهم، قانونين، الاتش داش بتساوي الاتش ماكسيمم ناقص سمشن الهوريزونتال ناقص السمشن الفيرتيكال على السي بلاي اكشوال. تمام، بعد ما تجيب الاتش داش تروح في 3.10 تقسمها على جاما ام على جاما واتر. جاما ام دي غالبا الماده اللي مصنوع منها بتكون كونكريت، الجاما بتاعتها ب2.2 اللي هي خرسانه عاديه يعني. تمام، الجاما واتر بتكون بواحد بس. يعني من الاخر هتساوي، لو انت طبعا عشان تحفظ القانون عشان تكتبه عشان شكله يبقى حلو، في 3.10 على 2.2 ناقص 1 اللي هي ب1.2. تمام، تمام، هتجيب التي ريكواير. طبعا انا بقول لك دي التي ريكواير يعني التي المطلوب. يعني مثلا انت فرض التي ب1.5، طلعت المطلوب علشان المنشا يبقى سيف مثلا يعني ب1 متر، يبقى انت سيف. طب المطلوب عشان المنشا يبقى سيف 2 متر، يبقى انت انسيف، يبقى زود السمك وقول للتشيك ان انت كده بقيت سيف يعني. بس خلصت، هي كده مش محتاجه حاجه تاني.
يعني مثلا في المسألة بتاعتنا تعالى نعوض. طبعا سمشن الهوريزونتال وسمشن الفيرتيكال دي سهله يعني. طبعا لو بحل بلين يبقى سمشن الهوريزونتال ده مقسوم على 3 ودي مقسوم على السيلين اكشوال والسيبلاي اكشوال اللي احنا حسبناها من شويه لو فاكرين. تمام، حطينا القانون بتاعنا يا باشا. تمام، وبعد كده عوضنا الاتش ماكس 2.1، السيبلاي اكشوال احنا جايبينها ب 15.28، لسه جايبينها من شويه لما جبنا ال بركيوليشن اكشوال. تمام، وبس يا معلم. المسافات بقى الهوريزونتال، انا السكشن بتاعي هنا اهو مشيت مسافة 3 متر هورزنتال زائد 2 متر عشان اوصل هنا، والرأسي نص متر زائد 1 زائد 7 زائد 7 يبقى زائد 14. يبقى انا المسافات بتاعتي 3 زائد 2 زائد نص زائد 1 زائد 14. تمام، بعد عشان جبت 20 بايت. طيب كده جبت ال اتش داش، تعويض مباشر في القانون جدا يعني. هتروح بعد كده في القانون التاني ال اتش داش اللي انت جايبها هتحطها وتضرب في 1.3 على 2.2 ناقص 1 اللي هي 1.2 زي ما قلت لك. طبعا طلعت الثيوريتيكال المطلوبه 0.81، ده اقل من اللي انت فارضها اللي هي 1.5، يبقى انت سيف. تمام. طيب دلوقتي انا عملت تخفيض في السمك عند السكشن الثاني، فانا مش عايز اقعد مثلا يطلع انسيف واكبر واعمل هري وبتاع، انا عايز اشوف المسافه. مش انت بتقول لي ان القوه بتاع الميه بتضعف؟ انا عايز اشوف الميه ضعفت بدرجة قد ايه لدرجة انها توصل عند السكشن ده تكون خلاص مش قادرة تعمل ترفع المية. فالكلام ده المسافة اللي هي مشيتها قد ايه؟ طيب يعني المسافة من اول هنا لحد هنا قد ايه؟ انا عارف ان المسافة من اول هنا لحد الاخر ب10، بس انا عايزها من اول هنا لحد هنا بكام؟ طيب والله انا عايز المسافة اللي تساوي الكلام ده، فانا هعمل حركة سريعة جدا يعني. انا مش عندي السمك ده، انا فاضل ب0.75 خلاص. انا عشان اوصل ب0.75 تريك واير دي تكون 0.75، يبقى دي 0.75. تمام، الاتش داش كام؟ انت مش معاك دي ب2.2 ودي معروفه ودي معروفه ودي معروفه، اقدر اجيب الاتش داش بتساوي رقم. تمام، اجي اعوض هنا معايا الاتش داش احطها معايا الاتش ماكسيموم سمشن الاتش هوريزونتال زائد الفيرتيكال السبلاي اكشوال دي معايا، الهوريزونتال هتبقى 3 زائد 2 زائد واي، الفيرتيكال هتبقى نص زائد 1 زائد 14. ما عندك متغير الوحيد اللي هو الواي هتحسبه وتبقى كده خلاص. يعني من الاخر هتحط في المعادله دي يمشيها بالعكس، هتحط في الريكواير هنا ال 0.75 تحسب الاتش داش، تحط هنا الاتش داش وتمشي بتاعك مع المسافه دي، يبقى عندك الواي مجهول تجيبها. بس يعني دي حركه صايعه جدا جدا يعني، تخلص المساله في ما فيش اهو 0.75 حسب الاتش داش، وبعد كده حط ال اتش داش اللي طلعها اللي هي 0.7 في المعادله، معادله فيها متغير واحد اللي هو الواي. تمام، بس يا معلم طلع لك الايه الاتش داش، طلع لك الواي ب 17 بوينت سالب بوينت 17، يعني يكون طلعت بكام؟ هي طلعت بالسالب، معناها ان السمك اللي انت حاطه في المكان ده كده كده سيف، فاهم؟ يعني لو قللت السمك، قللت السمك في الحته دي فانت سيف. تمام، فاحنا هنقول له والله احنا مش هنقلل السمك في الحته دي، قول مثلا احنا هنفرض طالما طلعت بالسالب بقى براحتنا، لو طلعت مثلا ب1.1 برضه براحتك يعني، افرض الواي دي مثلا ب1.5 متر 2 متر براحتك يعني قشطه. بس خلاص كده خلصنا كفايه.